بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك وأنصارك المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما يوما أبو الفضل استفزت بأسه فتيات هاشم من بني ياسين، فثنى فوارسها وانثنى بنفوسها سلبا قرير عيوني، حتى إذا قطعوا عليه طريقه لسداد جيش بارز وكمين، قطعوا الحديد، فخر خير طعيني ومشى إليه السبط ينعاه. كسرت لنا ظهري يا أخي ومعيني شكتيبتي وكنانتي وسري قومي، بل عز حصوني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي. وفي ضنك الزحام يقيني، ويا أخي ظهري كسرت ما إلي غيرك عظيم، كيف تسلمني يا أخويا وقوم للبئر بشيله، لا تنام على الصعيد، قوم واسرج لجوادي لتها الدوله تعوم. انا لله وانا اليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم
محمد وآل محمد. موضوع البحث هذه الليلة بعنوان حب الإبداع. في مطلع البحث لا بد من تحرير هذا المفهوم. ما المراد هنا بحب الإبداع؟ حب الإبداع هنا في هذا البحث يعني أمورا ثلاثة. الأول يعني يتقوم بأمور ثلاثة حتى يتحقق بشكل صحيح في الواقع الخارجي، لا بد من توفر عناصر ثلاثة، إجراءات ثلاثة. الأول حب المغامرة، يعني الإنسان كن عنده تشوق أن يخوض مغامرات في الحياة، ما يعيش دائما الأشياء المألوفة، وإنما يحاول أن يغامر طبعا لإنجاز أشياء. ولا أقصد بالمغامرة هنا الفوضى، لأن بعض الأحيان يكون في نوع من اللبس بين الفوضى وبين المغامرة. ما أقصد الفوضى، لا، المغامرة لابد أن تكون مبنية على أصل علمي وأصل عملي وتخطيط واضح. هذا واحد، الإنسان يكون عنده رغبة يغامر في الحياة. يغامر يعني شنو؟ يعني يتخطى المألوف. واحد، اثنين ليش يغامر؟ ليش يغامر؟ ليغير من حياته، يعني ليطورها نحو الأفضل. يعني شنو؟ يعني تقديم إبداعات جديدة. أولا يكون عنده حب مغامرة، ثانيا يكون عنده حب أن يقدم إبداعات جديدة في الحياة. إبداعات ليش؟ حتى يطور حياته الفردية ويطور المجتمع الذي حوله. يكون عنده الشوق وهالتطلع وهالرغبة أن يبدع، أن يحسن من حياته، ما يعيش دائما في سكون، يحب دائما يعيش جديد بشكل يعني. هذا اثنين. ثلاثة، مجرد حب مغامرة وحب إبداع تقديم جديد في الحياة لتحسين الوضع العلمي، لتحسين الوضع الاقتصادي، لتحسين الوضع الاجتماعي للإنسان نفسه وللمجتمع الذي حوله. مجرد هالحب ما يكفي، في عنصر ثالث مهم وهو الفاعلية، أن الإنسان يكون عنده الرغبة والتطلع. طيب، يحب يغامر حتى يغير يطور من الحياة، يأتي بشيء جديد، ينتقل من حالة إلى حالة، لكن هذا يحتاج إلى فاعلية. يمكن الإنسان بعض الأحيان عنده التطلعات بس ما عنده فاعلية، أخذين؟ ما عنده فاعلية،
ما عنده فاعليه يبقى مجرد رغبه عند الانسان. واجد ناس عندهم رغبات وعندهم تطلعات، لكن اذا ما في فاعليه ما في نشاط، في ركون الى الكسل، ما تتغير الحياه لا الفرديه ولا الاجتماعيه. طيب هذا مفهوم حب الابداع. هذا الامر موضوعه الاساس في هذا الزمن هو الجيل الجديد، الجيل الشاب، باعتبار ان الانسان يصنع نفسه في مرحلة الشباب، يصنع مصيره في مرحلة الشباب. ومعنى ان الانسان اذا تقدم به العمر ما يقدر يطور ويغير، لا يقدر، بس عادة الانسان يصنع قاعدته الاساس في مرحلة الشباب. الحماسة ما زالت موجودة، النشاط ما زال موجود، الصحة الله يديم عليكم جميعا وعلينا وعلى المؤمنين والمؤمنات ما زالت موجودة، انشغال البال ما زال، يعني البال ما زال غير مشغول زايد، وغير ذلك من العناصر، انشغالات ما زالت قليلة، هموم ما زالت قليلة. عادة الشاب في هالعمر يكون مهيأ، أفضل عنصر لإحداث إبداع في الحياة هو هذا الشاب. ولهذا لاحظوا هذا، ولهذا الكسل والترهل وضيق الأفق لهالأمرين، ها الكسل والترهل وضيق الأفق في مرحلة الشباب فاتورته غالية في الكبر. يعني الذي يكون مترحل في شبابه وما عنده بعد أفق أو يخاف من المغامرة، الفاتورة التي يدفعها في كبره غالية. بعكس ذاك، بعكس ذاك، ذاك بالعكس، ذاك فاتورة، ذاك ما يدفع فاتورة في الكبر، يدفعون عنه. لكن تتهيأ له الأرض ويهيئ للآخرين الأرض أيضا. ولهذا في الرواية عندنا: جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة. لأن اللي في مرحلة الشباب يؤسس القاعدة مو هو فقط يرتاح في المستقبل، لا، ذريته أجياله أساسا يتحركون بخطى حثيثة. لاحظوا عدو الابداع الكسل. وشنو حتى اطبق الامر على الايات، عدو الابداع الرغبة في الراحة، هذا عدو الابداع، كسل. يعني شنو الكسل؟ ترى الإنسان بعض الأحيان يكون عنده عمل بس ما عنده حب إبداع، يقول خلاص خدنا الشهادة، استلمنا الوظيفة، نحصل راتب بهالمقدار، خلاص انتهت الحياة. بس أكو ناس لا، الوظيفة شيء والإبداع شيء ثاني، مع ذلك عندهم إبداعات في الحياة خارج عملهم الوظيفي. هذول الإبداع عندهم هم ثقافة، ذول عادة اللي غيروا الحياة، ذول هالنوع من الناس. الكسل ثاني شنو؟ عدم الثقة بالذات. لاحظوا هالعبارتين اطبقهم على الآيات الآن. هل الإنسان يكون عنده جنوح نحو الراحة؟ وإيش تدوخ رأسي أنا بالإبداع وبالمغامرات، ممكن أفشل ويمكن أنجح، خلينا على راحتي. وجع لي وجع الراس، لانه طبعا الابداع في وجع راس في المرحله الاولى قطعا، يعني يمكن الانسان في الخطوات الاولى يفشل. اولا الجنوح نحو الراحه، ثانيا عدم الثقه
الثقة بالقدرات الذاتية. إنسان ما مقتنع أنه هو عنده قدرات ذاتية، بالذات إذا البيئة تحطمه. إذا أبوه يقول له أنت من هو أنت؟ إيش عندك أصلاً؟ إذا أمه تحطمه وتقول له هذا إيش عنده مسكين ما يفهم؟ إذا المجتمع اللي حوله إذا يشوفه يحمل هدف كبير يضحك عليه، ممكن يقول عنه هم غرور وما يفهم، أفكر بعيد عن الواقع. مجتمع مين شجعة؟ غير المجتمع، غير الإنسان اللي يعيش في بيئة منطلقة. دائما تحرك المواهب عند الإنسان، الأب يشجع، الأم تشجع، المجتمع يشجع، الجامعات تشجع، المدارس تشجع، المراكز تشجع. هذا المجتمع يولد مبدعين ويولد إبداع، مو صحيح هذا الكلام؟ الإنسان إذا رضخ للكسل ولم يثق بقدراته الذاتية، الآيات تقول يبقى خاسرا، يعني لا ينتج شيء في الحياة وما يتطور. بالعكس، الجيل الذي يأتي يغير هذه القاعدة هو الذي يغير الحياة، يطور الحياة، يطور الذات، يطور المجتمع. لاحظوا الموضوع القرآني الذي أطرحه، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. ليش؟ حتتغيروا حياتكم من العبودية إلى الملك والسيادة. بنو إسرائيل كانوا مستعبدين مستحقرين في زمن فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. لهم بنو إسرائيل المساكين كانوا مستعبدين، مو صحيح؟ كانوا مستعبدين. عندما انتصر نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية وأزكى التسليم على فرعون وتجاوز بهم البحر، قال يلا الخيار لكم الآن، الله مهد لكم الطريق الآن من العبودية إلى السيادة. بس هذه من العبودية إلى السيادة لهم أكو شروط. تنتقلوا من العبودية إلى السيادة، من الضعف إلى القوة، من الفقر إلى الغنى، من الجهل إلى العلم. يريد له جهد هذا، كما فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع المجتمع العربي في عصره. شلون أخرجهم من الظلمات إلى النور؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ليش هي أرض مقدسة؟ لازم تجاوزوا البحر. قال لهم يلا تريدوا الآن تطوروا حياتكم الاقتصادية، هذه أرض مقدسة، أولا هي مهد الأنبياء اللي هي بلاد الشام. قيل طبعا البعض قال أنها بيت المقدس وآراء موجودة، بس الأغلب والأصح أنها بلاد الشام بشكل عام. أولا هي مهد الأنبياء والمصلحين، ثانيا مليئة بالخيرات، أرض مليئة بالخيرات، الأشجار والأنهار والخضرة وغير ذلك من الأمور. طيب، وهم كانوا في ذاك الوقت في صحراء، لو صحراء سيناء كانت. طيب، كانوا في الصحراء، زين تبقوا في الصحراء ثم تنتقلوا إلى الرفاه، إلى السعادة، إلى الوفرة الاقتصادية، زين إلى السيادة. في شروط. نشوف ماذا قال لهم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لاحظوا، ولا ترتدوا، لاحظوا قدقت الآية، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكم ترجعون للوراء، انتوا الآن خطيتوا خطوة، تجاوزتوا فرعون، ها؟
وتجاوزت العبودية وتجاوزت البحر، مو يقوموا ترجعوا للجهل من جديد، ترجعوا للفقر من جديد، ترجعوا للعبودية من جديد. يلا قدموا قدام، يلا تريدون الأشياء الأفضل في خطوات، بس إذا ما تتقدموا يعني إذا ما تغامروا ما يحصل في حياتكم إبداع، ما تتطور الحياة، ما يصير جديد في هذه الحياة، فتنقلبوا خاسرين. تنقلبوا خاسرين يعني شنو؟ تبقوا طول عمركم بقوة ضعيفة، بلا إنجاز، بلا تطور، بلا إبداع، بلا تغير. لا وضعكم المعيشي راح يتحسن، لا وضعكم الاجتماعي يتحسن، لا وضعكم الفكري والعلمي يتحسن، تبقوا طول عمركم في الصحراء. تريدوا تنتقلوا إلى أحسن، تريدوا إبداعات، يلا قدموا قدام. حصلت المشكلتان اللاتي أشرت إليهما قبل قليل، الكسل وعدم الثقة بالذات. الجيل الشاب لازم يتعلمها هذه القضية، تريد تغير من وضعك تصير أحسن علميا، تصير أحسن اقتصاديا، لا بد أن تتجنب الترهل والكسل وتثق بقدراتك الذاتية وتتقدم للأمام. لا بد تخوض مغامرات في الحياة وتحاول أن تبدع أشياء جديدة. بحث علمي جديد مثلا، فكرة جديدة، اختراع جديد، طروحة جديدة، براءة اختراع جديدة. إذا كل إنسان، كل واحد من هذا الجيل يفكر بهذه الطريقة تتفجر المجتمعات بالإبداعات. وشوف كل إبداع يحرض الطرف الآخر لإيجاد إبداع آخر، تنافس في الإيجابيات والمحاسن في الإبداعات. شوف المجتمع دائما زهور في ورود خضرة، كل واحد كل إبداع يشجع الإبداع الآخر، مو كل كسول يشجع الآخر على الكسل. شوف كل مبدع يشجع الآخر على الإبداع. قالوا يا موسى حصلت المشكلتان، لا ثقة بالذات ولا رغبة للحركة، ما في فاعلية. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، ولا كانوا جبارين ولا يحزنون، أشكالهم هالشكل كانت. عندما بعث نبي الله موسى 12 نقيبا من بينهم يوشع بن نون وكالب بن يافنة، بعثهم إلى الأرض المقدسة حتى يستكشفوا الأجواء. شافوا ذولين في تلك الأرض أجسامهم يعني قوية هالشكل كله، بنيته هالشكل كانت، أجسامه كانت قوية. فقال لهم موسى لا تخبروا بني إسرائيل، هم 600,000 بنو إسرائيل كانوا، لا تنقلوا الخبر، تروح تقول لهم إنه والله دول أجسادهم هالشكل ويخافوا الجماعة، لأن هم معروفين أنه ما كان عندهم ثقة زايدة بالذات. بعد بتقولوا لهم وتخوفون بهالعقبات بيتلكوا زيادة، هتقولوا لهم يوشع بن نون ما أخبر، كالب بن يافنة ما أخبر، ذولاك العشر طلعوا الخبر. كل واحد راح، واحد قال لصديقه، واحد قال لزوجته، واحد قال لأخوه، واحد قال لرفيقه، وانتشر الخبر في بني إسرائيل. قالوا بعد ما نروح، إذا نبقوا على هذه الحالة في الصحراء غير تطور، ما تتطور حياتكم ولا يحصل في أي بدعة. أول شيء قالوا إن فيها قوما جبارين، أنتم كنتم أقوى منهم. في الروايات عندنا إن هؤلاء بنيتهم كانت قوية ولكنهم كانوا خوافين، يجزعون من أي أحد، خافوا كانوا. لو دخل عليهم هؤلاء اللي هم بنو إسرائيل 600,000 لأكلوهم. لا
ولهذا يوشع بن نون وكالب بن يافنة اجوا يصرخوا، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، روحوا ادخلوا ترى فانكم غالبون، ادخلوا الغلب عليكم. لأن كانت القضية واضحة بس هم لا خوفهم، لأن ما عندهم ثقة بالذات. الإنسان الذي يقدم على أي عمل تعترض ترى المشكلة، لو يريد يقدم بحث علمي تعترض على المشكلة، لو يريد يقدم فكرة اقتصادية تعترض هذه المشكلة، ما يكون عنده ثقة بنفسه. الذين أبدعوا وقدموا إنتاجات ذولا عندهم ثقة بالذات لا أقل. يمكن يوم اليوم ما كان عندهم ثقة بأنفسهم، لكن يوم اللي غامروا مرة شافوا إيه والله نجحوا، وغامروا مرة ثانية شافوا إيه والله نجحوا. طبعا الأجدار والأجدار هو اللي أول مرة يفشل وبعدين يواصل، مو أول مرة ينجح، لا أول مرة يفشل ويواصل، وثاني مرة يفشل ويواصل، ثالث مرة يفشل ويواصل، وعشر مرات يفشل ويواصل وبعدين ينجح. هذا يكتشف سر النجاح، ما عندهم ثقة بالذات. اثنين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يا سلام، شلون كسل يعني؟ احنا بنجلس اذا هم طلعوا من نفسهم احنا بندخل، اما احنا نروح نطلعهم لا ما نروحنا، كسل. يريدوا هم جالسين كذي مرتاحين، وذولاك يعني يقترحون عليهم مش لكم تطلعوا، ويقوموا يطلعوا وروحوا يدخلوا مكانهم. لا حتى بعد ما يقترحون عليهم، بعد ما في اقتراح اصلا، وانه بنقول لهم تعال يطلعوا، فين يخرجوا منها؟ اذا هم قرروا يخرجوا فاننا داخلهم، خلينا قاعدين مكاننا. شوف المجتمع الذي يخنع، الذي يميل للكسل والترهل وما عنده ثقة بذاته، وش يصير؟ قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. خلهم يبقوا في صحراء سيناء 40 سنة، يبقوا في هذا الضعف، وبقوا 40 سنة في الصحراء يقاسوا آلامها. تعرفون الصحراء شقد متعبة في صحراء سيناء 40 سنة. ولاحظوا هذه، تأملوها 40 سنة بقوا. ليش موسى وهارون بقوا وياهم؟ هذا بعض يرتبط ببحثنا البارحة. ليش موسى وهارون تركوهم؟ بعضه وبعضه لفلسفة ثانية تتأملوا فيها، بحثوا لكم عنها أجوبة. ليش بقوا وياهم؟ ليش ما هم راحوا وراحوا مكان ثاني؟ تركوهم لا أقل. ليش بقوا وياهم في الصحراء؟ ومات موسى في الصحراء، ومات هارون في الصحراء، ومات 10 النقباء اللي طلعوا السر في الصحراء، ومات أغلبهم، أغلب ذاك الجيل ماتوا في الصحراء، إلى أن طلع جيل جديد من بني إسرائيل فهموا المعادلة. لبعض العلماء وبعض المفسرين يقولون هذول الجيل الجديد صنعتهم قساوة الصحراء، طلع جيل جديد فهم المعادلة وثق بنفسه، ترك الكسل والخنوع وراحوا دخلوا الأرض المقدسة بقيادة يوشع بن نون مثل الحلاوة، ووزعوها على بني إسرائيل اللي هي أرض الشام، وبسهولة دخلوا مع يوشع بن نون وتقاسمها بنو إسرائيل الذين ذاك اليوم أن قوم نبي الله يسع راحوا إلى بعلبة، وكل قوم راحوا إلى مكان من الأماكن، بس منهم اللي أحدثوا الإبداع الجديد وتغيرت الحياة من حياة الصحراء وقساوتها وصعوبتها وحرارتها إلى ربيع الشام وخضرته وروده وزهرته وثماره. شلون هذا الانتقال طلع وصاروا هناك أسياد في الشام؟ شلون هذا الإبداع صار عندهم الجديد هذا؟ يوم اللي قالوا خلنا نغامر ونروح
وتركوا الكسل وثقوا بأنفسهم وتقدموا للأمام. ذاك الوقت تغيرت الحياة. هذه الروح، شو تلاحظوا هذه الروح الجديدة التي دبت عند بني إسرائيل بعد 40 سنة من قساوة الصحراء، هذه اللي الجيل الشاب يحتاجها في كل عصر. كل واحد من الشباب يحتاج هذه الروح في كل عصر. ليش؟ حتى هو يطور نفسه، حتى هو يصير رقم في الحياة، حتى هو يصير عنصر مبدع، وحتى الحياة التي حوله أيضا تتحول إلى حياة إبداعية، تتطور الحياة التي حوله. إذا كل واحد عندنا من هؤلاء الفتية، من هؤلاء الشباب خريجين الجامعات والأساتذة وغير ذلك من الكفاءات، كل واحد يقدم إبداعا في حياته انطلاقا من تخصصه، خصوصا أولى باحتراف ما هو يهواه، قدم إبداع في الحياة، شوف الحياة كيف تتطور وتزهر وتخضر. أما إذا المجتمع ركن للكسل، يبقى المجتمع خانع ما يتطور. أملنا في هذا الجيل الواعد أن يكون جيلا إبداعيا يطورنا، يطورنا إحنا معاه، يطور نفسه ويطورنا نحن معه أيضا، يضيف إلى علومنا علما، إلى معارفنا معارف، إلى اقتصادنا اقتصاد، إلى رفاهيتنا رفاهية أخرى، يبدع لنا مجالات وآفاق جديدة. هذا الجيل مطلع، يعني اطلع بهذه المسؤولية، وقادر أن يقدم هذه الإبداعات لنا. الخامات كلها خامات مثقفة وعالمة، وتحتضن الكثير من الكفاءات والقدرات، قابليات موجودة. احنا نتطلع أن نشوف هذا الجيل كيف يقدم إبداعات إلى هذه الحياة، إلى هذا المجتمع الذي يستحق، حتى ننتقل من مرحلة إلى مرحلة. تتطور الحياة، احنا نتطور، تتطور الحياة التي نعيشها، تتطور أيضا الأجواء المجاورة لنا، لأن عادة هذا يخلق حالة من التنافس. لاحظوا موقف واحد خطه أولئك الفتية في كربلاء، ماذا أحدث؟ أحدث دويا لن يحدث إلى يوم القيامة. مجتمع إسلامي شقد كان، أنا مو ببالي الآن، ما مر علي إحصائية كم الذين كانوا في مكة ذاك اليوم، يوم اللي خطب الإمام الحسين الخطبة في تلك السنة، كم كانوا؟ كم آلاف. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ذكر لهم الموعد أيضا. من الذي حمل الراية؟ من الذي خاض المغامرة؟ من الذي ترك الكسل والترهل خلفه؟ فتية، لكن هؤلاء الفتية صنعوا التاريخ. هؤلاء الفتية جذروا الإيمان في قلوبنا. كل هذه المحافل، كل هذا الإيمان الذي يتموج على المستوى الإسلامي ويتجلى في مثل هذه الأيام المباركة، هذه الثمار لأولئك الفتية الذين صدقوا. ولهذا قرأ الحسين على مصارعهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يتقدمهم قمر العشيرة. إن لعمي العباس، الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: إن لعمي العباس درجة في الجنان يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. ولهذا قل: يتقدمهم قمر العشيرة، له منزلة خاصة. ولهذا تعلمون على عظمة الأصحاب وعظمة أهل البيت، الوحيد الذي جلس عنده الحسين قائلا: الآن انكسر ظهري هو قمر العشيرة. ليش؟ لما يشكل من يعني قوة، لما يشكل من مكان عالي عند الحسين سلام الله عليه. بمجرد أن رأى أن الساعة قد حانت، جاء يطلب الإذن من الحسين
الإمام ما قال لروح قاتل، قال لا بس اطلب لهؤلاء الأطفال والنسوة شربة من الماء. أخذ القربة وضعها على كتفه وزم الجود لمشنة ولعند المشرعة عنه وسيفة بالضرب غنى اليوم الما يجيبنه وقامت ترتعد منه وجمع الحوم على الماي تجفى وذوب صفوفه ما خلى بصيره وراي صالع للعدا احماي قال شلون اجيب الماي وعبد الله الطفل ضامي قال شلون اذوق الماي وعبد الله الطفل ضامي وجبد السبط ملهوفة ملك المشرعة نزلت في الرواية اخذ قليلا من الماء ليشرب فتذكر عطش الحسين كب الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني أتشربين بارد المعين هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين يلا فوت واحد وياها وخاض الماي بس هيا سبر ترس جفه يراوي عطش شبده وتذكر لنا خو احسن وذب الماي من جفه وشلون اشرب واخويا حسين عطشه وسكنه والحرم واطفال رضا ذب الماء من يده ملأ القربان وضعها على اعلى كتفه الايسر امتطى صهوة الجواد اسرع نحو الخيام وإذا بابن سعد ينادي أذويد خادمه قرب الراية قرب أذويد رايته وأمر ابن سعد أن يزحف العسكر كله وهو يحثهم على القتال دونكم العباس اقطعوا عليه الطريق فتكالبوا عليه صار بأبي وأمي يناجزهم وحيدا فريدا والحسين ينظر إليه من بعيد واقفا بجانب الخيام يذب عن النساء وبينما كان قمر العشيرة على تلك الحال آجرتهم الله وإذا بلعين أصابه على يمينه صار يقاتل الرجال أسرع إليه لعين آخر فضربه بالسيف على شماله فقطعها من الزيت عض على القربة بأسنانه صار يتحرك نحو الخيام وإذا بالسهام تنهال عليه كأنها المطار جاءه سهم أصاب القربة فأريق ماؤها وجاه السهم للقربة وفرى وقف يبكي وسكن ما نسى أبواعدها على مي الحشا ومنها يستحي للخيام يسدر أجركم الله وقف قمر العشيرة بين القوم متحيرا لا يدري إلى أين يمضي وإذا بالسهم أصابه في
تلك الحال وإذا بابن الطفيل أصابه بالعمد على أم راسه خر إلى الأرض صريعا مناديا أخي حسين عليك مني السلام. جاءه أبو عبد الله يتوكأ على قائم سيفه وشوف انك على الغبره